أمس كان حفل الافتتاح، تعليقك على الموضوع نواف. المشكلة كل شيء كان في الحفل أرقام قياسية. أول شيء غير الجائزة اللي هي 60 مليون دولار، أنت تعرف عدد المشتركين اللي جايين 1500 واحد من محترفي الألعاب، من 500 فريق عالمي معروفين في هذا المجال. فكل اللي قاعد يصير كلها أرقام قياسية، كلها أرقام عالمية، حنكسر أرقام قياسية. هذه مشكلة. نعم. طيب سام، يعني بيلعبون تقريبا 21 بطولة، 21 بطولة هذه في الشباب أو الرجال إنجاز التعبير والسيدات. ففي بطولتين كلهم حيتقاسموا الجائزة الكبيرة.